جيل وطني شاب عقولهم مطوقة بإبداعات وابتكارات تقنية وأياديهم تتخاطب مع التكنولوجيا الحديثة والعلوم بلغة الصناعة والابتكار فوجدت مسابقة مختبر الجدران المتساقطة بيئة خصبة لنمو طاقاتهم وقدراتهم حيث تنظم المسابقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع مؤسسة الجدران المتساقطة الألمانية في الفكرة من المسابقة هي انه كيف تكسر جدار مشكلة قائمة في كل المجالات، المجالات الاقتصادية، المجالات التقنية، المجالات العلمية وشبابنا ما شاء الله عليهم مبدعين والافضل من هذا انه صرنا يمكن الدولة رقم اثنين على مستوى العالم في عدد الافكار الابتكارية اللي تتنافس يعني في هذه الفعاليه العالميه المشروع المشارك فيه هو عباره عن استغلال نفايات النخيل من مشروع المليون نخله ودمجه مع مخلفات البكتيريه من الصرف الصحي وخلطها مع مواد كيميائيه معينه للحصول على غاز صديق للبيئه وهو الميثان وكذلك لتوليد الطاقه طبعا ومن ثم الحصول على فرترايزر اللي هو الاسمده وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اعلنت نتائج المسابقه وتاهل ثلاثه مشاريع لمسابقه مختبر الجدران المتسابقه في جمهوريه المانيا الاتحاديه وهذه المشاريع مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي لتشخيص الخرف في المراحل المبكره ومشروع كسر جدران تحسين غاز الميثان ومشروع كسر جدار الحرارة الضائعة في الخلايا الشمسية وفكرة البرنامج هي الوصول إلى الخرف في المراحل المبكرة لأن الخرف في العادة نوصل إليه في أوقات متأخرة لذلك حياة المريض تكون أصعب ففكرة البرنامج هي الوصول إلى التشخيص في فترات مبكرة مشروعي هو تصميم جديد ينقذ حياه الناس من الغرق بيكون في يعني سنسرات اجهزه استشعاريه مثلا اول شيء بنستعمل في اطلاق الشمسيه مع رؤيه عمان أربعين. وهالجهاز مصمم يعني للجهات المختصه مثلا شرطه عمان السلطانيه او اللي يشتغلون مثلا داخل البحار المسابقه تهدف الى عرض كفاءات الجيل القادم من الباحثين المتميزين في سلطنه عمان وشغفهم وتنوع مجالاتهم وربط مواهب الناشئه وكبار المبدعين واكتشاف وتطوير الباحثين المتميزين واقامه حوار متعدد التخصصات في الدعم والتعاون الدولي وتطوير طرق جديده للاتصال العلمي وبناء شبكات قويه ومستدامه المسابقه توفر بيئه خصبه للباحثين وطلبه العمانيين لصقل مواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم وتمكينها من خلال الادوات المستخدمه يوسف بن سعيد الرواحي مسقط